شوف اسمع مليح بابي يما سمحيلي انا هربت من دارنا سونس مير اذا شفتيها ظاهرين راه السونس بير درت اللحية وقلعت في الشون دير وقنعت شفت الفسق وبلعت وضرك صوتي سمعت بدات الحكاية نهار دخلت الجامع وانا صغير ثم بديت لاباس وثم بديت عدين غير ماما غروني انا شفت المجتمع في خطر قالوا لي الجنة السير قلت نروح بروحي نخطر لدوني ماما كانوا ناس يبانوا تاع تحصين بانوا ملايكة في الصح هما موضي فيها والتفسير الاول عرفتو في انترنت مقالات وشابين سي جيم شام سمي روحو اسد الدين ثم بديت الاسبال لحية انطلقت حبال بروبوزالي لا نقبل الروح وعطالي اسباب قال لي الجنة قريبة لك وانا نفتح لك الباب شفت فروحي قلت علاش ما ننصرش الاسلام برا شفت المنكر ماما كيفاش ما نتخامش كلام الله اللي عبر والمجتمع اللي ما يفهمش قلت له كيفاش السابيل قال لي بعث لي ضوني فالسيفيا ولي فيزا للدوحة من قطر بعثوني رفضت الكابا وقلعت ديزاكتيفيت التخمام جاني باسبور سعودي فيه مكاشيا فيزا لبنان في الطيارة قلبي مزير الهبطة في بيروت قعدنا يوم انا والخاوة وشكينا حدود معايا مروكي ومصري ولقيت تاعنا باريس دخلنا سوريا نخمو ربي راهو علينا حارس ركبنا في بيس واللي فيه قاع دايرين اللحية قال لك تروحوا الحلب وتموتوا ولا تحياو لحقنا الاليبو حطوني نقرا في كلاسة فيه علامة توحيد لا سبورة لا طلاصة دخل السيد يخطب ولا علاقة بالدين تقنع فينا باللي حنايا هما المجاهدين تونا يعلمونا نديرو ماما هذاك اللي كان عطوني سلاح بنوميرو سيري امريكان جابونا نسا قالولنا هاكو جهاد النكاح ماما كنت خايف هذا والله ما قنعوني قاع قالك تهبط للديران تسيف الناس اللي ارتدو عطالي موس بيدو قالي كبر وشدو جابونا ثلث رجال قالولنا هذا كفار مبروك عليكم اليوم راح تاخذونا بالثار سيد كان مكسل دمعة في عينه مكبل يخمم في ولادو اللي مخليهم خايف راح يتقتل في الاول غاضني وجيت رايح باش ننترفوني خفتي شكو في ايماني انا اللي يقتلوني شديت الموس وراسو ذكرت ربي والرسول غرق في دمه وانا نجوز فيه الموس الحاصول ماما كي ذبحت الاول مرمى قالوا لي مرتد بصح كيفاش وانا اللي سمعته بوذني كان يشهد ما رقدتش ليله ولا زوج ومن بعد رفدت الصنعه وليت نفني فيهم عادت ما تغضنيش الدمعه سموني ابو مصعب وثم ديت السمعه وليت شويه معروف وثم زوجوا لي ربعه هبط للشون دير شات سلاحي ونكبر قابلت الموت والبير اللي نلقاه نكفر في وسط الديار رايبين وجاباتور مغبر وما كناش خايفين خلاص القلب تعمر قتلت كبير وصغير نورمالمون ما نرتاحش حبيت سونس بير حنايا اللي سمونا داعش شحال من واحد مصغر كان معايا وطرطق روحو مرمى قالوا له حنا كي نموتو الحور العين نروحو ماما كانوا غالطين وكاع يعرفوا هاد الحكايه حتى امير المؤمنين قادر يدي لي نسايا بعثوني خطره نجيب تمويل وحسيت روحي غريب اللي عطالي سلاح والدراهم كان في يدو مش مصالب وليت الحالب قال لك يحتاجوك في دير الزور مع الكتيبه رحنا ودمي كان سخوني فور لحقنا الفم لقينا رصاص والعدا والعتاد قال لك نطاك وحسب الله مع قوات الاسد ماما كصدمنا انا كنت مع الصفوف الاولى وفي بالي حنايا اللي راح نبنو راح نديرو دوله ماما تيراو عليا وراني طايح بين الانقاض راني نسجل لك هاد الحكايه وما لقيتش الالفاظ ماما واقيل نموت وما كاش لي يسمع بيا علاش غير فرك اللي تحلبت باللي لعبوا بيا انا اللي كنت بات شفت بعيني وكنت مكذب قالوا لنا الموت تجيكم سهله علاش راني نتعذب